نواة علمية. And more individualized than reading instruction in a primary school classroom. التعاطي مع الـ الحالات أو more individualized reading يعني. تخصيص And more use of answer explanation in a primary mathematics. والمزيد من المسؤولين توضيحات المستجدات الأساسية حول الحلول في المادة الرياضيات المستوى الابتدائي. And more basic mathematics يعني الرياضيات الأساسية. And then more relating to primary school lessons to everyday life. ربط يعني الدروس مؤسسات تعليمية بواقع الحياة اليومية للمتعلم. And more based interpretations. مزيد من تأويل النصوص مهم جدا في النصوص هذه الخمس نقاط هي أبرز الدروس يعني التي التوصيات التي أوصت بها المنظمة الأممية والتعاون. So these are our strengths. Yes. ولكن الأمر لا يعني في النظام لأن النقاط الخمسة أصلاً يعني متوفرة في النظام التعليمي الفنلندي. Then it is my material. I have quite a lot referring to Dr. Salberg. So, ما الذي لا تقوم به الأنظمة التنظيمية الفعالة؟ Dr. Salberg. حسب دكتور سالبرغ. Dr. Salberg is a very important person today in our national education research. He is research. يعني باساي شامبرغ شخصية مهمة جدا، شخصية موثوقة في النظام التربوي الفنلندي بالنظر إلى الأبحاث التربوية التي يقوم بها. And he has very very carefully analyzed the Finnish situation and he is continuously traveling all over the world. I have once had contact with him but it's very difficult because he's always somewhere in the world. هو دائم التجوال عبر العالم يتقاسم تجارب مختلفة مع باقي الدول. For instance, he is as a visiting professor in Harvard Business School. أستاذ زائر في جامعة هارفارد. Telling the same story there at academic level in a very very important US university. هذا دليل على الأهمية يعني هذا الباحث الكبير في فنلندا. And here he mentioned five bullet points which are describing what high-performing education system do not do. Now, the متخصص في المجال التربوي يعني حدد خمس نقاط أساسية على الأنظمة يعني التربوية الفعالة التي تقوم بها. Again, these are of course applied already in Finland, not applied in Finland, but he is just alarming other countries. Do not do this one. وهو يحذر يعني الأنظمة التربوية من اعتماد هذه المقاربات المنصوص عليها في الخمس نقاط التالية. And first point was government forced charter schools and privatization. يعني الحكومة على الحكومات التي تشجع إطلاقا نموذجين تربويين، نموذج التعليم الخصوصي ونموذج تشارتر سكولز. التشارتر سكولز هو نموذج قائم أساسا بالولايات المتحدة الأمريكية، هو تمويله 100% عمومي مع تمتيع المؤسسة باستقلالية تامة لتنزيل يعني المقررات والمناهج والتعاقد مع الأساتذة إلى غير ذلك. والتشارتر سكولز ممكن يجمعوا أساتذة، يجمعوا آباء ويديروا طلب للحكومة
وكتلقى الحكومة متبعة هاد الشهر في السكوت، إذا حققت النتائج تستمر المؤسسة، إذا لم تحققها تغلق المؤسسة. هذا هو المفهوم ديال الشارتر سكوت. والله تجربة شابية نسبيا بالنسبة لنا، تجربة ديالنا يمكن على مستوى جهة طنجة سطوان الحسيمة، واحد كانت واحد تجربة هي اللي كان واحد الوقت العزم على التعميم ديالهم، ولكن يمكن تجربة على regarding the charter schools, we have done similar experience in Morocco, but it doesn't really provide.